برضه البحيرة سيادة اللواء هشام أمن محافظ البحيرة، أهلا بك يا فندم، وشفنا حضرتك الصبح في جولات مختلفة وكان في حشود كمان كبيرة مصاحبة لحضرتك، فقول لنا كمان في ثالث الأيام طمنا على البحيرة وأهلها. الأول صباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. هي الحشود موجودة قدام اللجان، مش مصاحبة ليا، ولكن هي الناس بتدلي بأصواتها، والحشود موجودة أمام جميع اللجان في البحيرة. أنا بمر دلوقتي في حوش عيسى مع أحد المراكز المحافظة. حضرتك المراكز بالكامل والمدن والقرى والنجوع، الكل يؤدي والكل موجود أمام اللجان. النهارده بنحب نأكد إن ده آخر يوم، لكن بقول إن شعب البحيرة بأمانة يعني نازلين بحب واحترام للدولة واحترام لمصالح الدولة ومصالح أولادهم وأسرهم. الناس بتدلي بأصواتها بأريحية كاملة، بتوصل اللجان بأسلوب ما فيهوش أي إعاقة لوصولهم. عايز أقول إن التأمين هنا على أكمل وجه من القوات المسلحة والشرطة، ومعاملة حسنة من عناصر إخواتنا في القضاء. كل اللي أقدر أقوله لحضرتك إن الشعب البحراوي حاشد نفسه بقاله 3 أيام علشان يقول كلمته ويحط ويرسم مستقبل ولاده. سيمفونية عظيمة بيعزفوها أهل البحيرة، بصراحة بحييهم عليها. حب غير عادي للدولة وأدائها وأداء زعيمها العظيم، وحاسين بما حصلوا عليه في العمل الماضي من مكتسبات من مشروعات واهتمام الدولة ليهم، حاسين بالمشروعات العظيمة اللي بيؤديها السيد رئيس الجمهورية اللي إن شاء الله بإذن الله هتؤدي بالدولة للاستقرار الاقتصادي الكبير اللي سيادته قدر يحققه. كل اللي اقدر اقوله ان هم حاسين بتعب سيادة الريس وملتفتين كلهم حول الدوله واجهزتها التنفيذيه وزعيمها لاداء دورهم وادلاء بصوتهم ويقولوا كلمتهم ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء هشام امنه محافظ البحيره، شكرا.